يا الله، شلونكم شباب؟ شلون صحتكم؟ رجعنا لكم فيديو جديد. اللي ما مشترك خليه يشترك. طبعا انا قلت لكم ذيك مره راح ابيع الزواجل وجاي اجيب قرافل. هواي صار عليهن حكي على التيك توك. اللي متابعني على التيك توك راح يعرف. قالوا ليش تطبق هاي البيضه؟ خو جايب لنفسه لون. شباب، هي مو شرط يذبن بقع، يجوز مثلا الذب مثلا ذب طير ابيض بس جنحه اسود، او ذب طير ارفلي ابيض ذيله ابيض ذيله اسود. يعني احنا الثاني اذا طلعت الطبقه مو حلوه ولبن افراخ مو حلوات، هي طيره قنزوعه كاكوله راقيه وفتشي هو شحلاتها يعني حلوه. الفحل همه. ها بابا، يلا جبنا لك مربع. ايش تريد؟ ها هاي شنو هاي؟ والله بيضت، سحبت بيضها خليته جوا سواجن حتى نطلع لنا وجبة مال لوت مرتبة وحلوة نتونس عليها. هذا ابنهن، هذا العراق، هذا قاضيها بس عارك علي. شوفوا، شوفه، شوف لك ابني، شوف ها ضاع. ايه تتعارك شنو بين هني؟ عندنا هاي الخانة هم تريد بيض. انا هاي جاز تأخرت بالمبيض، جاز سحبت بيضها وخليته لون بيضة، جاز سحبت بيضها وخليته جو زواج. هذا ابنها ما بقى له شيء ونفطنا منه. هاي هو ابنها، ما بيضة؟ لا والله ما بيضة. يلا عم بيضة بيضي. شنو رأيكم بهاي الطبقة شباب؟ ترى حلوة ما بيش. شباب هاي طيورنا، تدرون شباب ذيك مرة البارحة والله طيرت الطيور بالخمسة. والله الطيور رجعت، الزواجل يبعد، تعرفون ان الزواجل يبعد، رجعن الطيور بس ناقصن واحد. انا مسميها كرز، كرز وسمسم وبطة وبقاعود. والله شو انا اشوف شو اسمه كرز معدتها طايحة مشقوقة، يعني مشقوقة شق قوي. يعني قلت ولد حرام طاقينها بمصيادة او بكسرية او صقر. والله انا ما اعرف ايش اسوي، وما اعطاني قلب اخيطها. رحت سوق البصرة، والله دورت على بيطري على بيطري على بيطري، ولقيتهم معزلين بالبداية. وراحنا لقيت واحد فتك لعبة هيك وهيك، عقماها وعقماها ما ادري شنو وخيطاها، بس قال هاي حصلتها طايحة والزردون مالها مشلوع، يعني احتمال ما تعيش. خيطتها وهاي وجبتها، نشرت مقطع على التيك توك عنها، والله بس مسحوه، قال يخالف الخصوصية. مسحت نشرت مقطع عليهم هنا على قناتي هم مسحوه، قالوا هيج وهيج وما يصير. هسه راح راوكيهم احنا خيطناها. ها واللي يحب يشوفها انا ناشرها على انستي، ناشرها على الانستي. هذا حساب راح اكتب يوزر بالوصف، طبوا عليه وتلقونها. ذن الابطال، يا ابطال احنا طشرا ما بقى منعتهن شيء. هذا المات، وهذا اللي يطق هنا بالشبكه، وهذا ما ادري اللي يطق. احنا نراويكم النثيه اللي انصابوا. طب هاي شوفوا، هذا الخياط منه، بس انا راويكم اياهن. اوف 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 اوف، شوفوا هذا الخياط. يعني ضربة قوية كلش. شوفوا يعني خطية كانت حتى ضخمة والله العظيم. يعني شو اقول عليه طقاها؟ شو اقول عليه؟ شوفوا الخياط هذا هنا عبر. هناخذ ليه تريد تطلع؟ اي خليها انا اللي تطلع والله العظيم، خلي، لان البارحه كلش البارحه ماكو ولا حركه، بالله العظيم ولا حركه البارحه. حتى من تشرب مي بالقوه تشرب، بس اليوم لا، شويه الصحه ممتازه. يا الله يا الله يا ابو، خد تاكل. نعمه اذا اكلت غير الصدق. صديقتنا المريضه قامت تاكل، شوفوها ذيكي، هاي صديقتنا البارحه المريضه. ولو هي البارحة مالها خلط كلش، البارحة غير
ما لها خلق، حتى مي ما شربت. بس هسه نعمة والحمد لله جاي تاكل، هي بس خد تاكل شوية ويلتحم اللحم بعد ما عليها شي ان شاء الله. تعال تعال بابا تعال كرز. خدت لقط هاي، ما طول ما يطيح الاكل من معدتها هاي، ولا هو قال معدتها رايحة ما ضر بيها ايش. خدت تاكل حتى بعدين شنو اعطيها كبسول مال التهابات، يعني حتى تصير صحة زينة. هذا ابو قاعود، هذا ديج بطة، هذا ما مسميه اسم، هاي مسميها مينة. تعال بابا تعال سمسم سمسم تعال تعال قاعود يا ابو قاعود صديقي تعال مينة يلا. ها كرز تعال بابا تعال تعبان يلا يلا خد تاكل شوية امي خالد يلا يلا اكل بابا. شباب راح انهي المقطع، اللي ما مشترك خليه يشترك وطونا لايك حبايبي.